5 ونصف من قسم الأخبار. أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعونا في أبرز عناوينه. منتج التفاح بالقصرين يطلقون صيحة فزع بسبب تراجع إنتاجهم بصفة كبيرة في ظل نقص في مستلزمات الإنتاج. سيدي بوزيد توفر حوالي 40% من أضاحي العيد وانخفاض في الأسعار أمام تفاقم ظاهرة التهريب. إلغاء حفل اختتام المهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة بالقيروان بسبب حالة من الفوضى وسوء التحكم في المسائل التنظيمية. مرحبا مجددا. تعرف مدينة سبيبة من ولاية القصرين بإنتاجها لكميات كبيرة من التفاح وتعد المنتج الأول على المستوى الوطني، لكن مقارنة بالسنوات الماضية شهد إنتاج التفاح تراجعا أرجعه المختصون إلى الظروف المناخية الصعبة إلى جانب غياب الأسمدة، وضع وصفه الفلاح بالأزمة حيث طالب بتوفير المواد المائية السقوية وتشبيب غابات التفاح. سبيبة أو سيفاس كما لقبت عبر التاريخ ذات المياه الكثيرة التي كانت تسقي البساتين وتنبت أراضيها أجود أنواع الغلال، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التفاح على المستوى الوطني. سبيبة اليوم يتراجع إنتاجها من التفاح إلى 12 ألف طن. نقص في الانتاج هذه السنة مرده لعدة عوامل. العامل الأول هو عوامل مناخية، باعتبار ثم جت ثم ظروف مناخية غير عادية في وقت الوارع. عندنا في حدود 50% من التفاح نتاع سبيبة وصل لدرجة تهرب. كنقولوا درجة تهرب معناها نقص في الإنتاج وكثرة الأمراض وصعوبة في العناية وما إلى ذلك. غياب الأسمدة، غياب المياه الجوفية، غياب برشا أسباب. هي سبيبة معروف بالتفاح، والتفاح مشى على روح بسبب البعوض تاع الوزارات، ويجي يقول لك نعمل لك ونعمل لك ونعمل لك، ما يعمل لك حتى شيء. فيطلق فلاح سبيبة صيحة فزع بتفعيل تلك الوعود العالقة بتشبيب غابات التفاح وتوفير الموارد المائية السقوية وأحداث مركز البحوث العلمية لدراسة التقلبات المناخية. طلبتنا هو مركز البحوث باش نجموا ناخذوا على الكوارث الطبيعيه اللي تجينا هذه نتاع المناخيه، مره تجينا سخانه، مره بروده، مره احجار، مره كل عام حاجه، ديما الانتاج ماشي يتيح. وهذا ملف مطروح هو على خاطر من سنه 2010 في خاصه في تراجع نتاع الانتاج الدفاع في سبيب بصفه عامه، هو التشبيب والامراض والتهرم الاشجار. مقترح نتاع برنامج تشبيب غاب التفاح، والبرنامج هذا يوقع بالورط ومعناها على المستوى الجهوي، فيه مقترحات ووقع تقديم على المستوى الوطني، وتو حاليا على مستوى الوزاره فيه معناها برنامج نتاع التشبيب مساحه نتاع 1675 هكتار، فيه مساعدات، فيه منح نتاع تقليع، فيه منح نتاع غراسات جديده بمشات الاصناف جديده بكثافه جديده، وفيه داخل فيه مساعدات، فيه موارد مدره للرزق. وقد تراجع المنتوج هذا الموسم بكامل الولايه بنسبه تناهز 50%. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يكثر الطلب عادة على شراء الأضاحي في سيدي بوزيد، وفي زيارة لسوق الماشية أبدى عدد من المواطنين حالة من الرضا ومؤكدين أن سعر الأضاحي شهد تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، ارتياح قبله تذمر لدى مربي الماشية. حالة من الرضا تسود معظم المواطنين المقبلين على اقتناء أضاحي العيد بعد تراجع أسعار الخرفان بالسوق الأسبوعي للأغنام بسيدي بوزيد مقارنة بالسنوات الأخيرة وفق تعبيرهم. ما عنديش تجربة كبيرة في السوق، أما حسب ما يظهر لي أني سوق معقول. الأسعار باهية مناسبة بالنسبة على سنية الفارطة، أحسن سنية الفارطة. في المقابل يرى مربو الأغنام أن تراجع الأسعار لم يكن في صالحهم بسبب ما اعتبروه إغراق السوق بالخرفان المهربة من دول مجاورة وغلاء الأعلاف. حاج قداش علوش؟ 240 دينار. كيفاش تشوف الأسعار؟ الأسعار رخيصة بلاش غير 4. المهرب هو اللي هلك الدنيا، هو اللي هلكنا نتاع ليبيا ونتاع الجزائر. الكلب هو اللي عقل 400 ويسموا فيها ب 420. من وقتاش مربيهم؟ مربيها من رمضان. أنا في شهرين ونص هكاك.
والله الا سوا ما يشغلي خلاص الفلاح ما تخلصوش لان التكلفه نتاع العلف غليس. المدير الجهوي لديوان تربيه الماشي وتوفير المرعى بسيدي بوزيد اعتبر ان تراجع الاسعار يعود لوفره الانتاج، مشددا في الان ذاته على ضروره تكثيف عمليه المراقبه وتعقب المخالفين للحد من ظاهره التهريب والتلاعب باسعار الاعلاف. بالنسبه للاضاحي لسنه 2017 الاعداد متوفره بالنوعيه والجوده المطلوبه والكافيه، والى حد يوم السبت 19/2017 بالسوق الاسبوعيه بسيدي بوزيد الاسعار هي دون المحدد وطنيا. بالنسبه لمسالك الترويج والتوزيع والتهريب، كلمة في الحقيقة نقولها هو أنه مزيد من المراقبة. للإشارة فإن ولاية سيدي بوزيد توفر هذه السنة ما يقارب 300 ألف أضحية من جملة 1,250,000 أضحية على المستوى الوطني. قامت مجموعة إرهابية ليلة البارحة بمداهمة منزل أحد متسكني منطقة تلة السويسية المتواجدة داخل جبل مغيلة بمعتمدية جلمة، واستولت على كل المؤونة والأغطية الموجودة بالمنزل وفق ما أكده مصدر أمني. وذكرت صاحبة المنزل أثناء تبليغها عن الحادثة أن المجموعة الإرهابية متكونة من أكثر من 5 أشخاص مسلحين كانوا قد جلبوا معهم دواب لحمل المؤونة التي تم الاستيلاء عليها. يذكر أن جبل مغيلة والمناطق المتاخمة له قد شهدت العديد من المداهمات من قبل مسلحين للاستيلاء على المؤونة والأغطية خلال الأشهر الماضية. تمكنت اليوم وحدات الحرس البحري ببنزرت من إنقاذ عائلة تتكون من 7 أشخاص من بينهم 5 أطفال كانوا على متن مركب ترفيهي بصدد الغرق إثر تعرضه إلى عطب فجائي وتدفق المياه داخله حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية. وكانت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت أمس من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة على متن مركب صيد انطلاق من سواحل صفاقس، وضبطت على متنه 24 مجتازا تتراوح أعمارهم بين 16 و 51 سنة من بينهم فتاتان. وقد تبين ساعة القبض عليهم أن مركبهم كان بصدد الغرق نتيجة تسرب المياه داخله فتم إنقاذهم جميعا وفق البلاغ ذاته. إلى شاطئ المهدية في مواكبة لفعاليات البرنامج الجهوي سياحة ونشاط في الهواء الطلق، برنامج يتواصل على مدى 30 يوما وشاركت فيه مجموعة من شباب معتمديات ولاية المنستير ويشتمل على عدد من الورشات والألعاب الترفيهية الشاطئية. هي محاولة إنقاذ غريق من البحر في إطار عملية بيضاء تجند لها مجموعة من شباب جمعية تطوع للحماية المدنية بالمنستير. وريوا للصغار كيفاش مثال كي يغرق واحد شو تعمل له، شو الأوضاع السلامة الموجودة اللي نجموا نعملوها، يعني حاجة فيها سيكوريتي، فهمت، حتى حاجة سهلة. هذه الورشة في الإسعاف والحماية المدنية تندرج في إطار فعاليات البرنامج الجهوي سياحة ونشاط في الهواء الطلق الذي تشرف عليه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمناسير والذي احتضنه شاطئ المهدية. هو برنامج وقع تخصيص اعتماد ليه على مستوى وزارة الشباب، وزارة شؤون الشباب والرياضة، بكلفة جملية تقدر ب 45,000 دينار. العدد المستهدفين من البرنامج هذايا في الجهة يبلغ 2,000 مشارك، تقريبا وصلنا غطينا منهم أكثر من 95%. عملنا 5 دورات بمعدل 4 أيام معناتها في كل دورة. يهدف في هذا البرنامج بتعطير حوالي 100 شاب في كل يوم. يتضمن البرنامج بطبيعة الحال إلى جانب السباحة جملة من ورشات التنشيطية، جملة من الألعاب التربوية والشاطئية، مضامين تربوية وتوعوية شملتها هذه الورشات سواء في مجال التثقيف الصحي أو في نشر قيم المواطنة، فيما استحوذت الألعاب الترفيهية على نصيب الأسد. عجبتني برشا الفرهيد، خرجنا حوسنا، معناها برشا كجو مسؤوليه زاده، معناها كل شيء لازم تكون مسؤول على روحك زاده في نفس الوقت. البلاصه اللي جينا منها ما فيهاش برشا ترفيه، نحب ننوه على الترفيه، نحب ننوه على دار شباب، عندنا نادي شباب صغير نحب نردوه دار شباب كبيره، في اولاد منجه بلديه مجلس الحياه، وماذا بينا الوزاره والمندوبيه تكثرنا من الاجواء هذه على النوادي الشباب الريفيه خاصه. هي مساحه تنشيطيه للترفيه والتعرف على المخزون الثقافي والحضاري لكل الجهات ومد جسور التواصل بين الشباب على امل ان يكونوا خير واجهه لتونس المستقبل.
وفي القيروان يتم الاحتفاء بالمهرجان المغربي للفروسية ببوحجلة، وفي ذلك عنوان كبير للحفاظ على تراث الأجداد وأصالتهم. مهرجان واكبته جماهير غفيرة، وحضره وزير الثقافة ووفد مرافق له لمواكبة عروض الفروسية واللوحات المقدمة، لكن غياب الجانب التنظيمي غير مجرى الاحتفال إلى حالة من الفوضى. آلاف الجماهير جاءوا من كل حدب وصوب لمتابعة سباق الفروسية ضمن المهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة، وكلهم آمال أن يحتد التنافس الشريف وأن يبذل المتسابقون قصارى جهدهم لإعطاء صورة متميزة عن تاريخ الجهة. هذا المهرجان يحافظ على خصوصية هذه المنطقة، على خصوصية الأجداد اللي مغرومين بالخيول، وفي نفس الوقت الناس جاهدين باش ننقلوا هالغرام هذا إلى الأحفاد. سباق الخيول اليوم هاكم تشوفوا جماهير غفيرة تعد بالألاف، إذا هذا دليل على أنه المهرجان لاجسيت وحرك البلاد. وإحنا عنا هنا المعروفين بالخيل وجدود جدود جدود لولا، فهمني، عنا الفروسية وعنا كل شيء، كل شيء متواجد عنا. الناس هواية تجري في عروقهم، هذه أصالة متاع عادة من عادات جدودنا، وإن شاء الله تتواصل وإن شاء الله تكون منظمة خير من هكذا. المشرفون أيضا قدموا الكثير من التضحيات خلال هذه الدورة وساهموا ماديا ومعنويا، وقد كانت المسؤولية كبيرة، وخاصة الجانب التنظيمي الذي بدا ضعيفا جدا مع قدوم وزير الثقافة لمتابعة العرض. صحيح شوية ثم فوضى، ولكن على غالب ضرورية توش بشوية بشوية الناس تتعود وتلتزم، ومش مش 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 حوايج بالسهل. مديري المهرجانات يخدموا من العظم، وزارة ترمي مديري مهرجانات في 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 في, في مأزق. انت تصور المهرجان هذا مدحمين عليه ب 8 ملايين، مهرجان كامل بالكريدي. تواجد وزير الثقافة على المنصة الشرفية لم يدم طويلا، فسرعان ما غادر ومرافقيه المكان بعد حالة الفوضى العارمة وأحداث الشغب التي سببتها الجماهير الحاضرة والمتسابقون. وفي سياق متصل نشير إلى أن الهيئة المديرة للمهرجان المغربي للفروسية ببوحجلة بالقيروانة قررت إلغاء بقية العروض الفنية المبرمجة لحفل الاختتام لسهرة الليلة بسبب حالة الفوضى التي أحدثها معطلون عن العمل للمطالبة بالتشغيل وتبادل العنف بين الفرسان المتبارين، مما اضطر وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين والوفد المرافق له إلى مغادرة مكان التظاهرة. طبعا لمعرفة مزيد التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف مدير المهرجان المغاربي للفروسية السيد يوسف الصيداوي. مرحبا بك سيدي الكريم، ما الذي حدث بالضبط خلال مهرجان الفروسية؟ تحية ليك أولا وإلى كل المشاهدين. الذي حصل بالأمس فوضى عارمة تعود إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول يعود إلى المعطلين عن العمل اللي قرروا باش يعملوا وقفة احتجاجية كنا نعتقد أنها معنا لن تدوم طويلا، يعني كنا نحن سندناهم في هذه الوقفة رغم أنه مشي في موقعها، ولكن قلنا لما لا، بما أنها تظاهرت تشمل كل أهالي بحجلة فليعبروا عن رغباتهم، ولكن كنا نتصور أنها سوف لن تتجاوز 5 دقائق أو 7 دقائق، ولكن الحال تغير. فهذه الوقفة معناها امتدت إلى أكثر من الوقت معناها المطلوب، والصوت معناها والطلبات عالت، إذن أصبحت هنالك انطلاق احتفال وهنالك احتجاج، إذن وهذه المسألة خلت أثارت نوع من الفوضى في زمن انطلاق المهرجان. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه وقع صراع بين أصحاب الخيول، معناها ثم واحد من الخيالة أرمى التراب على عينين الخيل الأخرى باش ما يربحوش، وهذه المسألة دفعت المتسابقين باش يدخلوا في صراع. والسبب الثالث هي الفوضى العارمة التي كانت نتيجة الإقبال الكبير من قبل الجمهور. طيب سيد يوسف، هل برأيك إلى جانب هذه الأسباب التي كنت تذكرها الآن، هل هذا يمنع وجود الحماية الأمنية وغياب الجانب التنظيمي؟ ثم معناها الحق أنه ربما الجانب الأمني لم يتوقع حضور ذلك العدد الكثيف الذي بلغ تقريبا أكثر من 25 ألف،
ولذلك هذا الحضور يعني كان حضور مكثف، وثم ناس مغرومة ياسر بالخيل يدفعهم غرامهم بهذا المجال للاندفاع بشكل غير عادي، ولذلك معناها وقعت حيرة تقريبا أمنية وكذلك على مستوى إدارة المهرجان، ومما جعل الفوضى تعم، وهذا يوقع أحيانا، لكن إن شاء الله في السنوات السنة القادمة سواء كان نحن ولا غيرنا نحاول باش نتجاوزوا هذه الإشكاليات، مع العلم أن المدن الداخلية في حاجة إلى النشاط، ولا بد من سلطة الإشراف اللي هي كانت حاضرة معنا وللأسف الشديد غاب في ظل هذه الفوضى، مع العلم أنه لم يتم طردهم ولم يتم معناها طيب. الكلام سيد يوسف، وإنما اختاروا الخروج نتيجة هذه الفوضى. طيب سيد يوسف، هل برأيكم يعني إلى جانب سوء التنظيم وغياب الجانب الأمني، برأيكم هل أنا الحل في الإلغاء؟ الغاء المهرجان الحق هو نزلت كليلة بارك، الإلغاء معناها كان نتيجة غضب شديد من الهيئة التي تعبت كثيرا، تعبت على مستوى معناها على كل الجوانب المادية والمعنوية، وكانت ترغب مجاهدة في أن يكون هذا المهرجان منارة لسيدي عمر بوحجلة، سيدي عمر بوحجلة التاريخ، سيدي عمر بوحجلة الأصالة، سيدي عمر بوحجلة المستقبل، كنا مجتهدين اجتهاد كبير جدا، وهذا الاجتهاد رأينا في لحظتها يعني نباء بالفشل، وأصبحنا متخوفين من ربما حصول مكروه في الحرب التي يمكن أن تقع، فرأينا ضرورة إلغاء حتى واحدة. واضح، مشكورة سيد يوسف الصداوي مدير المهرجان المغاربي للفروسية. للأسف يحدث مثل هذا في مهرجاناتنا، ولكن في صورة جميلة تحاكي تراث الأجداد الحي تتواصل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان المندرة بأولاد المبروك من معتمدية عقارب من ولاية صفاقس، دورة تتضمن فقرات تنشيطية وموسيقية إلى جانب عروض للفروسية واللباس التقليدي وسهرات فنية متنوعة. باختصار هو مشهد تراثي بكل تفاصيله، صنع عنصر الفرجة للحاضرين. الحصد والفرحة توجهان لعملة واحدة في ولاد مبروك، ومهرجان المندرة عزفت فقرته على أوتار ما تطيب به نفس الكبير والصغير هنا، ليصنع من مشهد البيدر أو المندرة اكتشافا وجرعة من ذاكرة تراث حي. مازالت التو قاعدين نكيلوا في النعمة، ندرسوا ونذروا، نصفوا القمة واحدة والشعير واحدة، ونكيلوا في الليل بعد اللي ينزل السر يبرد تبرد النعمة، نولوا الحسين مش نكيلوا، كيلوها في الشكاير، من بعد نهزوها على الزوايل على الكرارة ولا على الجمال، ونهزوها للرتبة نخزوها في المطامر. مشهد المندرة وهو المشهد الرئيسي في مهرجان المندرة، وهو خصية جهة أولاد المبروك، لأن هذا المكان بالذات الذي تدور فيه مسرح المهرجان هو مكان مخصص للدريسة وللحصاد، وهو مكان كان يجمع أكثر من 130 عائلة، كانوا يجمعون الحبوب ويقوموا بعملية الدريسة والذراوة والتصفية، كلها كانت تدرس هنا وتصفى هنا. ما حاجات ما تعرفهمش شفتهم اليوم؟ ايه دريسة ولا كيفاش يذري ولا الشعير والقمح والعرس التقليدي. المهرجان حرص على الجانب الاحتفالي المميز للريف، وقد أوشكت الأعراس أن تتخلى عن خصوصيتها، فزفت عروس في هودجها على وقع طبل عقارب وحوافر الخيل، وجهزت بيوت الشعر بعبق الأيام الخوالي، وغنى خليفة دريدي كب الفلارة. شنو عجبك المهرجان؟ كل شيء، العرض كل تعدى به وإن شاء الله بداية طيبة، وقال عمل على أنه تطوير المهرجانات المحلية لحقيقة سنة المندرة كيف كيف لحزق العامرة صخيرة بيرالي الكلهم سيدي منصور الكلهم شهدوا نقلة نوعية على مستوى التنظيم كما تشوفوا، على مستوى رونق تقديم الفقرات الثقافية، وهذا مهم جدا، وعلى مستوى البحث. مهرجان المندرة في دورته الثانية صنع فرجة للناس، وصنع لنفسه موقعا مختلفا في مهرجانات صفاقس. إطلالة أخرى على تراثنا وبعين أندلسية تتجسد في عدد من منازل عاصمة المالوف مدينة تستور، إذ تتواصل المحافظة على طبع المعماري الأندلسي بكل مكوناته من أطباق تقليدية ومفروشات وزخارف معمارية، تراث ثري ومتنوع ينتظر التثمين ليكون عنوانا للسياحة الثقافية.
تتميز المنازل في مدينة دستور على غرار منزل السيد عبد الستار مريقة بمحافظتها على طابعها المعماري الأندلسي الأصيل، حيث يكون الفناء المبلط بالجليز الأندلسي منبسطا ليحتضن عددا من الأشجار والأزهار، أبرزها شجرة النارنج التي تتوصل طول المنزل عادة، في حين تفتح الغرف المحلات بالأقواس المزركشة أبوابها على الفناء الداخلي كغرف النوم والجلوس وغيرها. طابع ما حبيتش نغير فيه على خطر دربابة هي، وذكرني بصغري وذكرني بوالدي، واحد ما حبيتش نغير فيه حتى شكل، خليته كما هو، بقى رممته شوية. إضافة لذلك هناك الكران أو المطبخ الخلفي للمنزل والعلي من فوق، هذه المكونات، لكن الخاصيات كل مكان عنده خاصية. مثلا الصحن يمتاز بأنه في قلبه لابد من شجرة كبرى، خاصة شجرة النارنج. الأكلات التقليدية المختلفة لا تزال بدورها تحظى بمكانتها الخاصة صلب هذا الفناء المعماري المتناغم كجنة للناظرين. قاعدين نحاولوا مع العائلات باش نحافظوا على الآثار متاعنا وعلى التراث متاعنا وعلى المعمار متاعنا، وهذا الكل نخلوه في انسجام مع الطابع اللامادي متاعنا وعلى التراث اللامادي في الأكلات الأندلسية من حلالم ونواصر وكيسالس وبرناج وبرغ، مع الأكلات اللي يخلوهن الأندلسيين المورسكيين اللي جوا الولا لهنا. تراث ثري ومتنوع يزداد تألقا مع مرور الأيام في انتظار تثمينه وتحويله لنقطة استقطاب لزوار مدينة دستور من كل مكان. هذا ما لدينا من أخبار في هذا الموضع الإخباري، بقية الأخبار تأتيكم في نشرة الثامنة، ونذكركم بأبرز العناوين. منتج التفاح بالقسرين يطلقون صيحة فزع بسبب تراجع إنتاجهم بصفة كبيرة في ظل نقص في مستلزمات الإنتاج. سيدي بوزيد توفر حوالي 40% من الإنتاج الوطني من أضاحي العيد، وانخفاض في الأسعار أمام تفاقم ظاهرة التهريب. إلغاء حفل اختتام المهرجان المغاربي للفروسية ببوحاجلة بالقيروان بسبب حالة من الفوضى وسوء التحكم في المسائل التنظيمية. هذا ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسية تيفي نقطة تيان. ضمت في رعاية الله وإلى اللقاء.